مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وانت عم تشوفوا هذا الفيديو، فيديو اليوم سنخمن من هي الام. راح نشوف صور لامهات وبناتهم ولازم نعرف من هي الام. قبل ما نبدا الفيديو حطوا كثير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكتبوا كثير تعليقات مشان احطها بالفيديو الجاي. والان راح اعرض افضل تعليقاتكم الحلوه. قلبي كبير لكم، ليتس جو. بنات، او ماي جاد، كيف راح نعرفهم؟ يعني هم اربعه، يا الله ما اعطونا فقط اثنين بس، اعطونا اربعه، يعني في ام وثلاث بناتها، يعني هذا اللي بشوفه انا. او ماي جاد، او ماي جاد، صعبه كثير والله، صعبه كثير. او خلونا يعني نركز، بس يعني ببينوا صراحه، ببينوا قد بعضهم، بس الاثنين اللي وراء ببينوا شوي صغيرين، بس الاثنين الامام ببينوا قد بعضهم. يعني انا راح اختار ما بين هدول الاثنين اللي في الامام. بقول انا الام هي هذه اللي شعرها اصفر، يعني اللي على اليسار. نعم على اليسار، نعم على اليسار، حميده. هي اللي بتبين شوي اكبر، بس يعني تقريبا بتبين قريب شوي من اللي لابسه الازرق اللي جنبها، بس الاثنين اللي وراء ببينوا صغيرين صراحه. يعني انا بقول هذه اللي لابسه اخضر وشعرها اصفر وهيك شيء، يعني هي اللي امامنا الان، هي اللي حامله الهاتف او الكاميرا. خلونا نشوف اذا كان جوابنا صحيح. ان شاء الله يكون صحيح. يس، هي الام. يس، جوابي صحيح. يس، بدايه رائعه وبدايه جميله، ونحن سبق لنا وعملنا. نحن ما شاء الله، نحن مين يا حميده؟ نحن انا سبق لي وعملت كثير من الفيديوهات، يعني عن تخمين من هي الام، تقريبا اثنين فيديوهات. راح خليهم يطلعوا هنا، وراح خليهم ايضا في صندوق الوصف. لما تنتهوا من هذا الفيديو روحوا شوفوهم، وخلينا نكمل الفيديو الرائع جدا. او ماي جاد، عدنا اثنين. او ماي جاد، او ماي جاد، ببينوا بيشبهوا بعضهم هادو، والله كانهم توأم، والله كانهم توأم، بس يعني في شويه اختلاف. بظن انا يعني اوكي، ما راح احرق عليكم، خليكم انتم ايضا تخمنوا. راح اقول الان، انا بقول هذه اللي على اليسار ايضا، يعني اللي طالقه شعرها، يعني مو جامعه، طالقه شعرها على اليسار وعامله حلقات هيك متدوره دائريه، هي اللي انا بقول عليها الام. بنشوف، يا رب يكون جوابي صحيح. انتوا ايضا العبوا معي وخبروني بالتعليقات اذا عم تجاوبوا صحيح، واذا عرفتوا كم واحد عرفتوا ضروري تخبروني. لما تنتهوا من الفيديو احسبوا اجوبتكم وقولوا لي كم واحد جاوبتوا عليها صحيح. اوكي، راح اقرا تعليقاتكم واحط لكم بقلوب، لا تنسوا. او ماي جاد، يس، طلعت هي الام. يس، جوابي صحيح ايضا، والله حسيت فيها ايضا. اوه، هادو ثلاثه. او ماي جاد، ثلاثه، والله بيشبهوا بعضهم، سبحان الله بيشبهوا بعضهم كثير. او ماي جاد، بس بظن انه الام باينه هون، يعني رح افرقهم لكم بالاعمار. الام بتبين هي اللي على اليسار، اللي على اليمين بتبين هي البنت الكبرى، والوسط البنت الصغرى. هاي هيك انا بشوف، او بقول توأم هالبنات، توأم، بظنهم توأم، او الواحدة اكبر من الثانية، يعني اللي على اليمين هي الاكبر، هذه هي الاكبر بقول انا، بس الام يعني مبينة هي اللي على اليسار. سبحان الله العظيم، بيشبهوا بعضهم كثير في الانياب تبع الاسنان تبعهم، بيشبهوا ايضا في الانف. او ماي جاد، انفهم مثل انفي، الحمد لله، واخيرا شفت ناس عندهم انف مثل انفي. والله انفهم الحمد لله، ما راح ازعل بعد هذا الصورة على انفي. اوه، هي الام. يس، انا اكثر شيء هاممني هو الانف. بس يعني طلعت هي الام. يس، جاوبنا صحيح. او ماي جاد، هادو ايضا بيشبهوا بعضهم كانهم توام، والله كانهم توام، بس يعني واحده غليظه هيك في وجهها وواحده ضعيفه. بقول انا يعني اللي بتكون اوكي، رح خليكم انتم ايضا تخمنوا. اوكي، شوفوا، حللوا ايضا وخمنوا في الجواب قبل ما اقوله، مشان يعني ما احرق عليكم الاجابه. انا بقول يعني اللي وجهها غليظ يعني هي الام، واللي وجهها ضعيف هي البنت، يعني اللي على اليسار هي الام. هذول الامهات كلهم في اليسار تقريبا، يعني كل الاجوبه قلتها على اليسار، يسار يسار يسار، كلهم يسار. يس، او ماي جاد، جوابي صحيح. يس، طلعت هي الام. يس، او ماي جاد. او شوفوا هادو، ما بعرف ليش بيعملوا الفيلر كثير على فمهم، لانه والله يعني ما بيعرفوا انه هذا الشيء ما بيعطيهم يعني جمال، مع الاسف.
الله يهدي البنات يعني بي بي بيعملوا اشياء ما بتجي معهم اصلا. المهم خلونا من الفيلر والفم وهيك شيء. انا بقول الام هي اللي على اليسار ايضا، اللي على اليسار وبنتها هي اللي على اليمين، بس يعني شكلهم بيشبهوا بعضهم في الفم، شكلهم عاملين نفس الفم، رايحين على نفس الدكتور. لا صراحة أنا ما بحب هذه الأشياء. أوه ماي جاد، أيضا ما عطونا إجابة. أوه ماي جاد، بس أنا متأكدة اللي هي على اليسار. إذا كنتوا أيضا أنتوا متأكدين الجواب خبروني بالتعليقات، يعني إذا كنت جوابي ممكن يكون خطأ، إذا كنتوا أنتوا متأكدين الإجابة خبروني بالتعليقات شو هي الإجابة الصحيحة. هذه الاثنين أنا بقول الأم. أوه ماي جاد، هادو بيشبهوا بعضهم كتير، هادو يعني بتقاربين كتير كأنهم صديقات. او ماي جاد، والله صعبه هذه، صعبه والله، صعبه كثير. او ماي جاد، ما عرفت والله، ما عرفت هذه، بس بقول شوي بقول لي على اليمين وشوي بقول لي على اليسار، بس راح اقول اللي على اليمين. قول لي على اليمين. نعم. او يس يس، جوابي صحيح، اللبسه الاسود هي الام. او ماي جاد، خبروني بالتعليقات ضروري تخبروني هل جوابتي صحيح، لانه هذه كانت صادمه، والله صادمه، انا ما عرفتها، يعني قلت بس يعني كنت شاكه ليكون جوابي خطا، بس يعني طلعت حقيقي، طلعت هي الام. يس طلع جوابي صحيح. او ماي جاد، انا فرحانه كثير لانه عندي قوه ملاحظه، هيك لاحظت شوي في ايديها ببين شوي، يعني فيهم شوي يعني مو مثل ايد بنتها، وشفت هون الحنجرة وهيك شيء. مهم حميدة الذكية. او هادو ايضا بيشبهوا بعضهم كتير. او ماي جاد، صراحة والله فيديو صادم كتير، صادم بمعنى الكلمة. شوفوا معي شكلهم كتير بيشبه بعض وكتير يعني قريبين من بعض، بس راح نشوف ايضا اللي شفته قبل، يعني تجاعيد وهيك شيء. بقول انا اللي على اليسار هي الام، لانه فيها شوية ايضا تجاعيد هون في هادي، وعنده شوية تجاعيد هون. المهم قول لي على اليسار هي الأم، إن شاء الله يكون جوابي صحيح، إن شاء الله ما تطلع خطأ. أو ماي جاد، يا الله خطأت. أو أخيرا جبت إجابة خطأ، يا الله. بس يعني أنا شفت هون وقلت عندها تجاعيد، بس البنت يعني بتبين شوية عندها تجاعيد حقا، بس الأم صراحة والله كنت رح قول الأم، بس التجاعيد هي اللي شوي يعني هيك بينت لي انه العنق تبعها فيه شوية تجاعيد، يعني هيك انا رحت شوي فاشلة، بس هما الاثنين ببينوا يعني قريبين بعضهم في السن صراحة. او هادو، او ماي جاد، هادو كوريين شكلهم او يابانيين او صينيين صراحة، ما بعرف فرق بينهم كتير صراحة، بعرف فرق شوي بس هادو بظنهم انهم يابانيين. نعم من اليابان بظن، نعم مو كوريين ومو صينيين، لا بظنهم انهم كوريين. نعم المهم. شكلي فشلت في هذا الاختبار، بس هذه مبينه صراحه. انا بقول الام هي اللي في الوسط وبناتها يعني للاثنين، يعني الام هي اللي في الوسط، متاكده صراحه، لانه بتبين صراحه، بتبين اللي في الجوانب بيبينوا صغار وهي بتبين كبيره. اوه يس جوابي صحيح، والله يعني كنت متاكده، يعني كنت متاكده لانه يعني مبينه. او ماي جاد، عندها 41 بنتها، وواحدة عندها 36، والام كم عندها؟ 63. او ماي جاد، هذه عندها 63 وهذه عندها 41. او ماي جاد، والله صادم كتير. او ماي جاد، هادو ايضا ببينوا صادمين كتير. او ماي جاد، وين هالام؟ بظنها الام هي اللي انا بقول اللي في الوسط، بظنها اللي في الوسط، ما بعرف، ما متأكدة صراحة، لانه في الصورة اللي سبقت صدموني اعمارهم صراحة، يعني كيف ما راح انصدم من هادو ايضا. او ماي جاد، ما خبرونا الاجابة، بس اللي عرف الاجابة ايضا خبروني بالتعليقات، يعني ما كتبوا لنا الاجابة مين هي الام في هادوك، يعني البنات الثلاثة. خلونا نشوف هادو والله كأنهم بيشبهوا بعضهم كتير، كأنهم توأم، لانهم لابسين نفس اللباس، عندهم نفس الاسنان، بس انا راح اقول راح اشوف التجاعيد شوي، بتبين اللي على اليمين عندها شوي تجاعيد، وهي اللي ما عامله اسنانها، بنقول انه البنت الصغيره هي اللي عامله اسنانها وهيك شيء. المهم يعني تحاليل حميده، بس اللي على اليمين هي اللي بالام، انا متاكده صراحه، لانه عندها تجاعيد وشوي هيك يعني اشياء هون. ويس طلعت حقيقيه، يس طلعت هي الام، يس اللي على اليمين، الحمد لله ما جاوبت خطا، تقريبا عندي اجابه واحده اللي خطا. اوه شو هاد، شو هذه العائلة الكبيرة ما شاء الله، أنا وين راح أعرف الأم؟
او ماي جاد لحتى يطلعوا لنا ويقولوا لنا البيبي الصغير هي الام. ممكن كل شيء ممكن مع هدول الناس الغريبين صراحه. وين هالام؟ والله او ماي جاد او ماي جاد ما اعرف صراحه. بقول اللي على اليمين بظنها انها هي الام، اللي على اليمين او اللي على الشمال، يعني اللي على اقصى اليمين او اللي على اقصى الشمال، بس بقول اللي على اقصى اليمين. ما متاكده صراحه، بس بقول انا بقول ما متاكده صراحه. خلينا نشوف الاجابه الصحيحه وين راح تكون. انا بقول يعني اللي على اليمين هذا هو جوابي. بنشوف ان شاء الله ما يصدمونا ويقولوا لنا انه البنت اللي عندها هيك غره صغيره هي الام. لا لا مستحيل. او ماي جاد ياي او ماي جاد انا ما شفت هذه، والله ما شفتها. او ماي جاد لا لا مستحيل، انا مصدومه والله مصدومه من هذه تكون هي الام. او ماي جاد او شوفوا معي هذول الاثنين، هذه الام وبنتها، هذه بظن ان الام. ايضا خلونا نشوف يعني التحاليل تبعنا، البنت اللي على اليمين بتبين شوي صغيره، يعني لسه بشرتها هيك اشياء بتبين صغيره، بس المراه يعني اللي جنبها بتبين شوي يعني من رجليها، من شويه رجليها، يعني انا شفت رجليها في فرق ما بين البنت الصغيره والبنت الكبيره. المهم يعني انا بقول الام هي اللي لابسه الوردي والبنت هي اللي لابسه الاسود، يعني الام هي اللي على اليسار، هذه ايضا متاكده منها. وان شاء الله ما يصدمونا، ان شاء الله ان شاء الله ما ننصدم ويقولوا لنا الام هي اللي على اليمين. ممكن كل شيء ممكن، بس يعني انا بقول اللي على اليمين بتبين صغيره صراحه. او ماي جاد ايضا ما في اجابه على هذه الصوره، بس انا متاكده يعني. انتوا ايضا اعطوني تحليلاتكم للصوره وخبروني بالتعليقات عن اجابتكم ايضا، يعني مشان ندردش، يعني هذه فرصه مشان ندردش مع بعضنا. اوكي راح جاوبكم بالتعليقات، يعني لما ينزل الفيديو ضروري تجاوبوني، لانه راح اكون يعني حاطه التليفون تبعي وراح اجاوبكم. اوكي الان كتبوا انا راح جاوبكم الان. وبنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، انا كثير عجبني. ضروري تخبروني بالتعليقات عن الاجابات اللي ما عرفناها، ضروري وحطوا كتير لايكات للفيديو، شاركوا بالقناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. بشوفكم الفيديو الجاي، باي.